الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوتشر عودة سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى عهده السابق، وقال كوتشر إن جميع المباحثات التي أجريت مؤخرا لن تجدي نفعا بعودة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار إلى سعره السابق حتى بعد ارتفاع سعر النفط، وأكد أن جميع الإجراءات التي تتخذ لن تنفع دون قرار حكومي من وزارة المالية والبنك المركزي بخفض سعر الدولار إلى 118 ألف دينار السعر الرسمي سابقا. في خطوة أثارت استغراب مختصين بشأن الاقتصادي، أصدر مجلس الوزراء قرارا خاصا بمبلغ ضريبة الدخل عن إصدار سندات جمهورية المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرا من سنة 2006 لسنة 2017، وقرر المجلس الموافقة على التنازل عن مبلغ الضريبة عن إصدار تلك السندات المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرا لسنوات الممتدة من 2006 ولغاية 2017 والبالغ قدره 5,700,000,000 دولار. وبين أن القرار تم وفق أحكام المادة 46 من قانون الإدارة المالية لسنة 2019. أعلنت وزارة التجارة في العراق عن صعوبة الحديث بتصدير الفائض من الحنطة إلى خارج البلاد، وقال وزير التجارة علاء الجبوري إن موضوع الحنطة استراتيجي بالدولة ولا يمكن خلال سنة أن يتم الحكم عليه، وأنه بحاجة إلى إنتاج سنة أو سنتين واستقرار بعملية وكمية الإنتاج، وأضاف أن الاستقرار سيحدد السياسة التصديرية، ولربما بسبب عدم هطول الأمطار خلال سنة أو أكثر لن يكون للتسوق أي تأثير في العام المقبل. رجحت شركة تسويق النفط سومو زيادة صادرات البلاد من خام البصرة الجديد متوسط الدرجة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال نائب مدير الشركة علي الشطاري إن العراق يتوقع تصدير كميات أكبر من خام البصرة متوسط الجديد نسبياً، والذي يحظى بشعبية متزايدة مع زيادة حصته من الإنتاج بموجب اتفاق أوبك بلس للإمداد، وتعمل أوبك وحلفاؤها على رفع حصص الإنتاج تدريجياً تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع استمرار العالم في الخروج من وباء كورونا. تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد مع وصول سعرها إلى 16,000 مقابل الدولار، وفي منتصف الشهر الجاري دعا مصرف لبنان المركزي حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة سنوية لترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجاً، وقال إنه لن يستخدم الاحتياطات الإلزامية لتمويل الدعم. ومنذ صيف العام 2019 وفي ظل الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات اقتصادية رئيسة في بيلاروسيا للضغط على رئيسها بعد تحويل مسار طائرة ركاب مدنية، وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإعلان عن الحزمة الجديدة تم قبيل بدء القمة الأوروبية، وتتضمن فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس والنفط وصناعة التبغ، وتحد من وصول مينسك إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي. ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي كأول رد منسق على قيام حكومة بيلاروسيا بإجبار طائرة مدنية على الهبوط اضطراريا واعتقال صحفي معارض الشهر الماضي. ختام الموجز بأمان الله.